لك ساعات سميرة سعيد لكن بصوت شيرين. توصلنا ل 8:17 دقيقة وكالعادة في الوقت هذا نعمل دورة في أهم الأخبار الوطنية. في أهم الأخبار الوطنية كالعادة أسامة نعمل دورة. والجمعة هذه الأسبوع هذه تونس تدخل المرحلة الثالثة من الحجر الموجه، مرحلة جديدة إن شاء الله تكون ناجحة يا ربي على تونس. وحسب الناطقة الرسمية للحكومة أسماء السحيري إنه المرحلة الثانية كانت مرحلة ناجحة، كانت على أفضل ما يرام، وخطط الحكومة كانت ناجحة زيادة كيف كيف في المرحلة الثانية. دونك أسامة داخلين في المرحلة الثالثة نهار 4 جوان كما نعرفوا الناس الكل، برشا ناس باش ترجع تخدم الجمعة هذه كما نعرفوا القهاوي باش ولي 50%، المطاعم السياحية 50%، الوتلة زيادة كيف كيف 50%، قطاع السياحة يرجع ينتعش شوية إن شاء الله أبغتيغ من 4 جوان كيف كيف زيادة المساجد نحكيوا عليهم زيادة اليوم، برشا حاجات باش ترجع تخدم إن شاء الله تكون مرحلة موفقة وإن شاء الله الناس الكل زيادة تلتزم بالتعليمات تاع الوقاية. هذا هو دونك الاحترام تاع الإجراءات لازم يكون متواصل في السلوك نتاعنا تاع التوانسة، زيادة المطاعم زيادة لازم يحترموا زيادة 50%، دونك ما يحاولوش أنهم يدخلوا أكثر من طاقة الاستيعاب اللي محطوط فيها قانونيا. دونك هذه حاجة مهمة برشا. ثم موارد رزق زيادة باش ترجع للعمل الذي زيادة ثم برشا ناس فدت وسامة ناس تحب ترجع لحياتها العادية كما نحكيو مثلا على قطاع السياحة هوني من مارس، من أول مارس معناها 12-13 مارس ما يخدموش قاعدين في ديارهم، برشا ناس أكيد مورد الرزق متاعهم بعائلاتهم عندهم دي زنجاجمون، دونك أكيد بشوية بشوية أكيد باش يرجعوا يخدموا، لكن هذه ما تنجم كان تكون حاجة تفرح. وذي معناتها كي نحكيو على المطاعم ونحكيو زيادة على السياحة وغيره راهي سلسلة طويلة معناتها متاع الناس راهي اللي تخدم في السياحة، مش معناتها راك تمشي الرستوران معناتها كان مول الرستوران يخدم، لا ثم الخدامة فما الماكلة فما التنظيف فما التاكسيات فما كل شيء كل شيء. أكيد أكيد ونحن كما نعرفوا تونس برشا ناس يحبوها وحتى السياحة الداخلية زيادة عندها قيمة كبيرة زيادة في تونس، الناس تنقل تمشي لبرشا بلايص، دونك إن شاء الله تكون مرحلة ناجحة وإن شاء الله تكون مرحلة موافقة ونحن أكيد توا نتبعوا للأخبار ونشوفوا تصاور ونواكبوكم أكيد بكل شيء. مش عاديو الموضوع آخر، جميع الوافدين يخضعون للحجر الصحي الإجباري على نفقتهم. وقالت وزارة النقل واللوجستيك أنه وفقا للآليات اللي أقرتها الحكومة فأن جميع الوافدين من التونسيين المقيمين بالخارج الأراضي الوطن باش يخضعوا إجباريا للحجر الصحي لمدة أسبوع على نفقتهم في أحد المراكز المخصصة، ومن بعد يليه أسبوع ثاني بعنوان حجر ذاتي. ونشرت زيادة برنامج رحلات العودة التونسيين بداية من 5 جوان ذي تلقاه موجود على الباج متاحة. دونك الموضوع ذي فيه برشا أخذ ورد أسامة، فما الناس تقول لك كان اللي عندهم الفلوس باش يمشيو للوتلة على حسابهم الشخصي، اللي ما عندهمش باش يمشيو للمبيتات، فما الناس تقول لك ليه باش يمشيو ديريكت لديارهم. فوالا مازلنا مانيش فاهمين بالقدي الموضوع ذي اللي ديما كما قلنا نقعدوا نواكبوا فيه ونشوفوا شنو جديد. لازم توضيحات بالنسبه للعباد سورتو. فما جوليا تونسي قالت تسال على الموضوع هذا معناتها اذا هي باش ترجع لتونس وين باش تمشي بالضبط. اكزاكتومون بالضبط. نمشيو لولايه سوسه. ولايه سوسه خاليه من فيروس كورونا، خبر مفرح اعلن عليه المدير الجهوي للصحه بسوسه سمير رقيق البارح. التاكيد هذا جاء بعد تعافي امراه تبلغ من العمر 41 سنه وتسكن في خزيمه، وقال زاده انه الاعلان النهائي عن خلو ولايه سوسه من كورونا لن يتاكد علميا الا نهار 5 جوان يعني بعد 40 يوم دون تسجيل إصابات. كما نعرفوا 40 يوم تفصل كل ولاية إنها تعلن السيطرة على الكورونا، 40 يوم دون إصابة محلية هذا يعتبر إنجاز في تونس ويعتبر زيادة فخر لتونس، وإن شاء الله تونس الكل بولايتها الكل ما تسجل حتى إصابة مدة 40 يوم باش نتجاوزوا المرحلة هذه. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نشوفوا صفر هذا اللي موجود في كل الولايات، صفر إصابات يا ربي إن شاء الله ربي يحمينا ونتعديها الأزمة ذي، وعليش ليه ما تكون تونس إكزامبل في محاربتها للكورونا إن شاء الله يا ربي. باش نختموا اليوم مع 7 إصابات جديدة فيروس كورونا الوافدين من روسيا، هذا اللي أكدته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. تم تسجيل 7 إصابات جديدة لدى طلبة وافدين من روسيا من جملة 159 تحليل، وهما موجودين توا في مركز حجر صحي وتحت المراقبة وباش يتم نقلهم المركز في المستير، والكل ينتميوا لستة ولايات خارج المهدية. أكيد تو وزارة الصحة تنشر البيان متاحة كما كل يوم، ونعرفوا الآن ولايات ينتمي الطلبة هذوما اللي
جايين من روسيا، روسيا والسعودية في بيريود الأخرى، الناس اللي جات من غادي اللي تم إجلائهم معناها أعداد كبيرة، عندهم حالات ديجا أعداد كبيرة من الكورونا. وإحنا نعرفوا اللي نعرفوا اللي روسيا والسعودية تو قاعدين يعيشوا في أزمة كبيرة برشا من ارتفاع عدد الحالات ديجا، هما موجودين في المراتب، أصبحت المراتب الأولانية ديجا اكزاكتومون، سورتو روسيا أكثر من السعودية. ربي يشفيهم إن شاء الله، ربي يشفيهم. وذوكم هما الأخبار اللي عنا توا وسيمة، واضح ترجعنا في سورة اليوم سينون شوية.